بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغار، إن الله يغار، إن الله يغار، إن النبي يغار، وإن المؤمن يغار، إن الله يغار. ومن غيرته أن عاقب من وقع في الزنا بعقوبات منها عقوب. أن يسلب نعمة الإيمان من زنى أو شرب الخمر، نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه عقوب. الزنا يورث الفقر، كم حل بالمسلمين من فقر في الإيمان عقوب. من فقر في الأخلاق، من فقر في الحياة والحشمة، من فقر في الآداب، من فقر في السلوك، من فقر في الستر والحجاب. وكم حل بهم من رزايا أصيبوا على إثرها بالإفلاس عقوب. وكم تسلط عليهم الأعداء وهم في ذلة ومسكنة. إذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة. فقير الزان. فقير في إيمانه، فقير في انشراح صدره، فقير في الصلاة، فقير في الدنيا، فقير في القبر، فقير ومفلس في القيامة. الزنا تشتعل فروجهم ووجوههم نارا عقوب. من قعد على فراش أي زنا قيض الله له ثعبانا يوم القيامة، ينهش أسود من أساود يوم القيامة، أي من حيات يوم القيامة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا عذاب الزانية والزاني إذا كانا عزبين، فإن كانا متزوجين فإنهما يرجمان بالحجارة حتى الموت، فإن ماتا قبل التوبة فإنهما يعذبان في النار بسياط من نار، ثم يعلقان بفرجيهما، ثم يضربان بسياط من حديد. فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه، فيقول من شدة العذاب والغضب والخجل: ما زنيت يا ربي؟ فيقول لسانه: أنا للحرام نطقت. وتقول يده: أنا للحرام تناولت، أي للجوال أو الهاتف أمسكت وتكلمت في الغزل والحرام. وتقول عيناه: وأنا للحرام نظرت. وتقول رجلاه: وأنا فيما لا يحل مشيت. وينطق فرجه: وأنا فعلت. ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت. ويقول الآخر: وأنا كذبت. ويقول الله: ويقول الله: وأنا اطلعت وسترت. يا ملائكتي خذوه، يا ملائكتي خذوه، 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 يا ملائكتي خذوه من عذابي أذيقوه. وقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. استحي منه، استحي منه. أين العقول المجنونة؟ أين القلوب المريضة الطائشة من حورية؟ لو تفلت في البحر لأصبح حلوا عسلا، ولو نزلت على الدنيا لم تلأت الدنيا عطرا، ولو بدت للشمس لكسفت من جمالها وحسنها. أف ثم أف لمن باع الحور العين ملعونة وفاحشة مقيتة، وفاحشة مقيتة. فأف لمن باعوا أغاني الجنة بأغاني قبيحة، أف لمن باعوا أغاني الجنة بصوت الشيطان، أف لمن باعوا أغاني الجنة بأغاني تؤجج الصدور وترقي مستمعها بالزنا والعهر بالهوى والنار. فصدره نار، وفكره نار، وقلبه نار، وأنفاسه نار قبل فرن النار. استحي منه. أهذا جزاء من يحرك طرف عينيك أن تنظر الحرام؟ عجبا. أهذا جزاء من خلقك فسواك فعدلك أن تشاهد الحرام؟ عجبا. أهذا جزاء من رزقك منذ أن كنت في بطن أمك أن تسهر مع الحرام؟ استحي منه. من الذي أجرى الدم في أوردتك وعروقك؟ من الذي يحرك يديك؟ من الذي يحرك عينيك؟ استحي منه. فإنه يرى ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الغرباء للشريط الإسلامي تقدم إن الله يغار، محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد الحواش. والآن نترككم مع هذه المادة. الحمد لله كساب اللحم عظامنا سبحانه، يحرك طرف العينين ويعلم خائنتها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وخليل ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وملائكته عليه، فصلوا عليه وجوبا واتبعوه أمرا، فمن صلى عليه واقتدى أفلح دنيا وأخرى وذاق السعادة في الدنيا قبل الأخرى،
ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا ويحشره الله يوم القيامة أعمى. عباد الله، إن الله يغار. أيها المؤمنون والمؤمنات، ماذا حصل للأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام، وماذا حصل للذرية بعد ذلك والسبب معصية، وماذا حصل لإبليس والسبب سجدة؟ وصدق من قال: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من خالفت أمره، انظر إلى عظمة من خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، انظر إلى عظمة من خلق عظامك وشد أسرك ومفاصلك، انظر إلى عظمة من صورك في بطن أمك وآنس وحشتك وبخلاصة الطعام غذاك ورزقك. لقد عصيت من خلق عقلك وعلمك الحلال والحرام، فمن غلب عقله شهوته فهو أعلى منزلة من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أضل من الأنعام. لقد عصيت من خلق قلبك لتملأه بحبه والقرب منه سبحانه، لا لتعصيه وتبتعد عنه جل جلاله. عباد الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أمته من الصغائر ويقول: فإن لها من الله طالب، ويشير إلى قوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطر، وإلى قوله سبحانه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وإلى قوله جل جلاله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن فكيف بخطر الكبائر ليس على مرتكبها فقط، بل حتى على المجتمع والأمة؟ عباد الله، من الكبائر كبيرة حذر الله منها في القرآن، وتوعد من وقع فيها بالنار بل بأشد العذاب، وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا ومحذرا منها ومن الأسباب المؤدية إليها. نعم عباد الله، إنها كبيرة متى ما وقع العبد فيها، أحل بنفسه لعنة الله، متى وقع العبد فيها أحل بنفسه عذاب الله، أحل بنفسه مقت الله، أحل بنفسه غضب الله، أحل بنفسه نقمة الله، وابتلاه الله بضيق الصدر وشتات الأمر والفقر، وأول فقر يقع فيه الفقر الحقيقي، فقر الإيمان، فقر السكينة، فقر الطمأنينة، ثم تتوالى عليه المصائب والنكبات والأحزان والهموم والضيق والكروب، ألا وهي كبيرة كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخطب الناس بعد أن صلى بهم صلاة هي من أطول صلاة صلاها، وقد تساقط الناس في الصفوف كما في صحيح مسلم، وجاء بالقرب تصب عليهم كما في سنن أبي داود، وقال: يا أمة محمد، إن الله يغار، ومن غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ألا وهي كبيرة الزنا والعياذ بالله التي رميت تلكم المرأة الغامدية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجارة حتى الموت، لما ارتكبتها، ورمي ماعز كذلك بالحجارة حتى الموت لما وقع فيها كما في الصحيحين. عباد الله، إن الله يغار، إن الله يغار، ومن غيرته أن عاقب من وقع في الزنا بعقوبات منها: أولا أن يسلب نعمة الإيمان منه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا فعل ذلك خلع رفقة أي قوة الإسلام من عنقه،
فإن تاب تاب الله عليه. رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. رواه أبو داود، وفي رواية رجعا ضعيفا. وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان سربال يسربل الله به من يشاء، فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان، فإن تاب رده الله عليه. رواه البيهقي. ثانيا، روى البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الزنا يورث الفقر. وفي رواية: إذا ظهر الزنا ظهر الفقر، ظهر الفقر والمسكنة أي الذل. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. الله أكبر. إن الله يغار، كم حل بالمسلمين من فقر في الإيمان، كم حل بالمسلمين من فقر في الأخلاق، كم حل بالمسلمين من فقر في الحياء والحشمة، كم حل بالمسلمين من فقر في الآداب، كم حل بالمسلمين من فقر في السلوك، كم حل بالمسلمين من فقر في الستر والحجاب، وكم حل بهم من رزايا أصيبوا على إثرها بالإفلاس، وكم تسلط عليهم الأعداء وهم في ذلة ومسكنة. سبحان الله. قال الله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم، الزاني فقير، فقير في إيمانه، فقير في انشراح صدره، فقير في الصلاة، فقير في الخشوع، فقير في الطمأنينة، فقير في السكينة، فقير في بركة الوقت، فقير في الحسنات عموما، فقير في الدنيا، فقير في القبر، فقير ومفلس في القيامة. يقول تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ثالثا، عن عثمان ابن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي منادي: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وفي رواية: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا البغي بفرجها أو عشارا. رواه الإمام أحمد. رابعا، روى الطبراني أن الزناة تشتعل فروجهم ووجوههم نارا. خامسا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية للطبراني: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية. وفي رواية: المقيم على الزنا كعابد وثن. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. إلى أن قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق على صحته. وفي رواية: الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول: ادخل النار مع الداخلين. رواه ابن أبي الدنيا. سادسا، أنه من أسباب عذاب الله. فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا
إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. سابعا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم أي زنت فحملت من حرام فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته لأنها زنت. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. ثامنا، من قعد على فراش أي زنا قيض الله له ثعبانا يوم القيامة. رواه الطبراني وفي رواية: ينهشه أسود من أساود يوم القيامة، أي من حيات يوم القيامة. تاسعا، عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين فيخونه في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. الله أكبر، أي هل سيترك له حسنة؟ كلا، هذا هو الإفلاس الحقيقي، هذا هو الفقر بعينه. قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواية لأبي داود: إلا نصب له يوم القيامة، أي الزوج، فقيل هذا خلفك في أهلك، أي فزنا بهم، فخذ من حسناته ما شئت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أترون يدع له من حسناته شيئا؟ رواه النسائي. عاشرا، يقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا عذاب الزانية والزاني إذا كانا عزبين، فإن كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر فإنهما يرجمان بالحجارة حتى الموت. إن الله يغار، لقد رمى الصحابة الزانية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ماتت، وكما رجموا الزاني في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، فهرب ذلك الزاني لما أحس بحر وألم الحجارة، فلحقه الصحابة يرمونه بالحجارة حتى سقط على الأرض ميتا. فإن لم يستوفى القصاص منهما في الدنيا وماتا من غير توبة فإنهما يعذبان في النار بسياط من نار، ثم يعلقان بفرجيهما، ثم يضربان بسياط من حديد. قال تعالى: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فيصيحان من الضرب، فتقول لهما الزبانية في نار جهنم: أين هذا الصوت وأنتما تضحكان وتفرحان وتمرحان ولا تراقبان الله تعالى ولا تستحيان منه؟ ثم يدخلان مع الزنات والزواني في فرن من نار، مع أنه لو قيل للزاني بعد أن تزني ستدخل في فرن من أفران الدنيا لمدة 20 أو 40 ثانية أو لمدة دقيقة لقال: لا خير في لذة من بعدها النار، كما جاء في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات، يتوقد تحته نار، فإذا ارتفعت أي النار ارتفعوا أي تحملهم النار في الفرن من شدة لهبها، نعوذ بالله من النار، وإذا خمدت رجعوا فيها، فإذا فيه أي في ذلك الفرن رجال ونساء عرات، وإذا بهم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا أي صاحوا وبكوا. وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الزناة: ثم انطلق بي
فإذا أنا بقوم أشد انتفاخا وأنتن ريحا كأن ريحهم المراحيض أي مجاري البول والعذرة وكل مستقدر. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزانون نسأل الله العافية. وإذا كان الذي لا يستنزه من بوله يا عباد الله رآه صلى الله عليه وآله وسلم يعذب في قبره عذابا أليما كما في الحديث المتفق على صحته من بوله، فكيف بمن يوسخ نفسه ببول وعذرة غيره؟ نعوذ بالله من حال أهل النار. فأفن ثم أفن وتفن على من باع قصور الجنة التي تجري من تحتها الأنهار بشهوة دقائق في دنيا دنيئة تجري من تحت بيوتها المجاري. أفن ثم أفن لمن باع الحور العين بزنية ملعونة وفاحشة مقيتة. لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الحادي عشر، قال تلميذ من تلامذة الإمام الذهبي: من زنى بامرأة متزوجة كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. فإذا كان يوم القيامة يحكم الله زوجها في حسناته إذا كان بغير علم الزوج، فإذا علم أنها تزني أو زنت وسكت عنها حرم الله عليه الجنة بدلا من أن يحكمه في حسنات الزاني، لأن الله تعالى كتب على باب الجنة: أنت حرام على الديوث، وهو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويسكت ولا يغار. إن الله يغار، وإن النبي يغار، وإن المؤمن يغار. الثاني عشر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من وضع يده على يد امرأة لا تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن قبلها قرضت شفتاه في النار وشهدت عليه فخذاه يوم القيامة وقالت: أنا للحرام ركبت، فينظر الله تعالى إليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فيقول من شدة العذاب والغضب والخجل: ما زنيت يا ربي، فيشهد الله لسانه فيقول: أنا للحرام نطقت أي غازلت، وتقول يده: أنا للحرام تناولت أي للجوال أو الهاتف أمسكت وتكلمت في الغزل والحرام، وتقول عيناه: وأنا للحرام نظرت، وتقول رجلاه: وأنا فيما لا يحل مشيت، ويقول فرجه: وأنا فعلت، ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت، ويقول الآخر: وأنا كتبت، ويقول الله: وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول: يا ملائكتي خذوه، يا ملائكتي خذوه، ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. ومن أشد من يؤذون أهل النار على ما بأهل النار من الأذى من يستلذون الرفث أي الغزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. إن الله يغار، إن الله يغار، إن الله يغار، وإن الرسول يغار، وإن المؤمن يغار. الله أكبر. أين العقول المجنونة؟ أين القلوب المريضة الطائشة من حورية؟ لو تفلت في البحر لأصبح حلوا عسلا، ولو نزلت إلى الدنيا لامتلأت الدنيا عطرا، ولو بدت للشمس لكسفت من جمالها وحسنها. فأف لمن باعوا أغاني الجنة بأغان قبيحة، أف لمن باعوا أغاني الجنة بصوت الشيطان، أف لمن باعوا أغاني الجنة
بأغان تؤجج الصدور وترقي مستمعها بالزنا والعهر بالهوى والنار، فصدره نار وفكره نار وقلبه نار وأنفاسه نار قبل فرن النار، وحبه عذاب وحبه عذاب ونار، وصدره أضيق من سم الخياط، قد مات قبل الموت بسكرات الهوى وسكر الشهوة المحرمة، موت وموت وموت، ولو تراه في غمرات الموت لما هنأك العيش بالحلال، فكيف بمن يقع في الحرام؟ عباد الله، أنتم في اليوم السادس من هذا الشهر الحرام، شهر ذي القعدة الحرام، الشهر الثاني من أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، من هذا العام 28 بعد 1400 من هجرة الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فاحذروا كل الحذر من الوقوع في الحرام، فالذنب في سائر الأيام فظيع، لأنه جرأة على حدود من يحرك طرف عينيك، ولكنه في الأشهر الحرم الأربعة أشد جرما وتنكيلا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا فقط، وإنما قال ولا تقربوا، ولا تقربوا أي لا تقربوا من أسباب الزنا، من النظر إلى الحرام أو سماع الحرام أو مشاهدة الحرام في شاشة فضائية أو مجلة أو جوال. فقد روى الإمام أحمد عن أمنا ميمونة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. يا مسلم سلم، كما روى أبو يعلى بلفظ: لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيها ولد الزنا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا شباب قريش، يا شباب قريش، احفظوا فروجكم ولا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش، لا تزنوا، فإن من سلم له شبابه دخل الجنة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه: ذلكم الرجل الذي دعته تلك المرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وعن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. الله أكبر، غضوا أبصاركم، فكيف بحال من أطلقوا أبصارهم في الحرام وفي مشاهدة الباطل والزور والفضائيات والجوال والمجلات الخليعة؟ سبحان الله، يسممون قلوبهم بأسماعهم بأيديهم وأسماعهم وأبصارهم، يخربون قلوبهم بأيديهم وأيدي أعدائهم. سبحان الله، مع أنه لو قيل لواحد منهم: تلك الأكلة مسممة، ذلك المطعم مسمم، ذلك الطعام فيه صرصار، فيه ذباب، فيه شعرة، فيه ظفر، لابتعد عنه كل البعد. سبحان الله، أتحافظ على جسمك ولا تحافظ على روحك؟ وأنت بالروح لا بالجسم، ولو قطرة قطرت في خزان بيته من نجاسة من المجاري لا أبى أن يشرب من ذلك الخزان. سبحان الله، فكيف بمن يشرب روحه الزنا والنظر المحرم؟ الزنا كما في مسند الإمام أحمد سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافة الله أورثه الله حلاوة إيمان يجدها إلى يوم القيامة. غمض عينيك عن الحرام
فإذا انتهى الحرام فافتح، فإذا بك في قوة لا تعدلها قوة. أهذا جزاء من يحرك طرف عينيك أن تنظر الحرام؟ أهذا جزاء من خلقك فسواك فعدلك أن تشاهد الحرام؟ أهذا جزاء من رزقك منذ أن كنت في بطن أمك أن تسهر مع الحرام؟ أهكذا أضعت الإحسان ونسيت معناه؟ من الذي خلقك؟ من الذي يحركك؟ اعبده كأنك تراه، لا تعبد الهوى والشهوة، كأنك قد أصبحت في أسر إبليس. ولو راقبك البشر لأعددت لرقابتهم ألف وألف حساب. من الذي أجرى الدم في أوردتك وعروقك؟ من الذي يحرك يديك؟ من الذي يحرك عينيك؟ استحي منه وتقرب إليه، وأحب ما يحب واكره ما يكره حتى يحبك، فإذا أحبك كان معك وتولاك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول سبحانه كما في صحيح البخاري: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. أي لو يعطى الدنيا بما عليها ما مشى خطوة في الحرام، ولو يعطى الدنيا بما عليها ما مس الحرام، ولو يعطى الدنيا بحذافيرها ما شاهد الحرام، ولو يعطى الدنيا بما عليها ما مس الحرام. فإن مس الحرام أشد وأشد من مس الأسلاك. ودعاة السفور إنهم يريدون أن تحترق أخلاق الأمة، إنهم يريدون أن تحترق سلوك الأمة أشد من حريق الأسلاك. يقول الله تعالى في الحديث القدسي عمن صبر وصابر وابتعد عن الحرام: فبي يبصر، وبي يسمع، وبي يبطش، وبي يمشي. لئن سألني لأعطينه، لئن سألني لأعطينه، لئن استعاذني لأعيذنه، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فوالله لو يعطى الدنيا وما عليها على أن يبصر الحرام أو يسمع الحرام أو يمد يده إلى الحرام أو يمشي إلى الحرام ما قدر، فهو بالله ولله ومع الله. تذكر حال ذلك الشاب الذي انطبقت عليه الصخرة فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها، أحب ما يحب الرجال والنساء، إلى أن قال وقد أراد الزنا بها فقالت: اتق الله، فخاف وارتعد وانصرف عنها وترك المال، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وقد انطبقت عليهم الصخرة ففلق الله الصخرة وكسرها بدعوته. يوسف عليه السلام كم أغري في قصر عزيز مصر، كم وكم وكم غلقت الأبواب بابا بعد باب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، فدافع الله عنه ودفع عنه وأنطق الصغير ليشهد، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستعصم فعصمه الله وجعله مستجاب الدعوة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. روى ابن حبان في صحيحه أن عابدا من بني إسرائيل عبد الله في صومعته 60 سنة لم يعص الله طرفة عين، فأمطرت الأرض فاخضرت، فأشرف من صومعته فنظر إلى الأرض وقد اخضرت، فقال: لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا وعملا صالحا. فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض يتمشى لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى لعب بهما الشيطان، لعب السفهاء بالكرة فزنيا، فلما زنى أغمي عليه، فلما أفاق نزل الغدير ليغتسل من جنابة الحرام، فجاءه سائل وهو يغتسل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيف، ثم مات بعد أن اغتسل. فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته وعبادته 60 سنة، ثم وضع الرغيف مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له. الله أكبر يا لطيف. زنية رجحت بعبادة 60 سنة ليس فيها معصية، فلم يعد يهنى بطعام ولا شراب، وتصدق بطعامه فغفر له بصدقته تلك، كحال المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلقت وحزنت وندمت وبكت
ولم تعد تهنى بنوم ولا طعام ولا شراب، قائلة يا رسول الله طهرني. فقال حتى تضعيه. انظروا إلى حقوق الإنسان في الإسلام، لا كأدعياء الغرب. حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، وهم أول من أضاعوا حقوق الإنسان والبشرية. فلما وضعته قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مرت به وبها 9 أشهر، أتت بعد ذلك وقالت يا رسول الله طهرني، ها أنا قد وضعته. فقال حتى تفطميه. انظروا إلى حقوق الإنسان في الإسلام، كيف حفظ لزلوة زنيما حقوقه، فاشتد ألمها وطال حزنها وكثر نحيبها وطال بكاؤها بسبب زنية وشهوة دقائق. فلما فطمته أتت مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلة ها هو يا رسول الله، تحمله وفي يده كسرة خبز، قائلة يا رسول الله ها أنا قد فطمته، فطهرني فطهرني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الكرام أن يرجموها. ولك أن تتفكر، ولك أن تعتبر في حالها قبل الزنا، وفي حالها بعد الحمل بالزنا، وفي تلك المدة التي زادت على 2 سنين. ألا لا خير في لذة بعدها النار، ألا لا خير في لذة من بعدها النار، ومعظم النار من مستسفر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الخلق موقوف على الخطر. ولك أن تتفكر والحجارة من قبل وجهها ومن جنبيها ومن ظهرها وفي وجهها وفي رأسها، حتى أخذ خالد ابن الوليد فهرا وحجرا كبيرا فرماها به في رأسها ففضخ رأسها وانتثر الدم، فأصابه منه ما أصابه. فسبها خالد فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، لقد تابت. ولما أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي عليها قال له عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال يا عمر لقد تابت، لقد تابت، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. متفق على صحته. فلا إله إلا الله القائل ولا تقربوا الزنا، أي ابتعدوا عن الأسباب المؤدية إليه، من جوال أو فضائية أو مجلة أو رفقة سيئة، لأن زنا العين النظر، وزنا اليد اللمس، وزنا الرجل المشي. فخذوا يا عباد الله بأسباب النجاة، فكل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله، كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر 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 ساعة لزماني. فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة فاجعلها مصحفا وسنة، الدنيا ساعة فاجعلها قياما، واجعلها استغفارا، واجعلها توبة ورجعة وأوبة. وتذكر قصة ذلك الشاب الذي هو الآن في وسط أو في آخر عمره، حينما أغلق الباب عليه وعلى تلك الفتاة، فدعته النفس وهو قائم يصلي، دعته أن يزني بها، فترك القيام وذهب. ولما هم أن يفتح الباب ذكر عظمة الله وكبرياء الله، فترك الدخول وهتك سترها ورجع إلى الصلاة. فنزغته النفس ونزغه الشيطان، ووسوست له النفس ووسوس له الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فاستعذ بالله، استعذ بمن يحرك عينيك، استعذ به وتذكر عظمته وقربه، وتذكر أن البشر لو رأوك لكففت عن الحرام. فتذكر عظمة الله واجعله من أعظم الناظرين إليك. فرجع إلى الصلاة، فلما نزغته النفس والشيطان ووسوست له النفس والشيطان
ترك الصلاة والقيام والتهجد ثم ذهب إليها، فلما هم أن يفتح الباب وأن يزني وأن يهتك ستر الله ذكر الله وذكر خوفه من الله فرجع إلى الصلاة، فدعته النفس والشيطان. وإذا هممت بأمر سوء في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها، يا نفس يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي يحرك عيني يراني، إن الذي يحرك قلبي يراني، إن الذي يحرك أصابعي يراني، إن الذي يجري أنفاسي يراني، إن الذي يجري الدم في أوردتي وعروقي يراني. فرجع إلى صلاته وقيامه واتصاله وتهجده، فنزغته النفس ونزغه الشيطان، فرجع إليها الثالثة فذكر عظمة الله، وأصابته رعدة وأصابه خوف من الله، وذكر قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. فدخل المطبخ وأخذ عودا من الكبريت وأحرق أصبعه، فانشغل بحر النار عن حر الهواء. وقلت له يا ليتك لم تحرق أصبعك، يا ليتك أحرقت الشيطان بهذا الجوال، يا ليتك أحرقت الشيطان بهذه الأصبع جوال السماء والسماء ذات البروج، يا ليتك تذكرت بروجها في السماء، يا ليتك ذكرت عظمة من يحركها ومن جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فإن هذه الأصبع المسبحة السبابة جوال السماء أشد على الشيطان من الحديد، وأشد عليه من عود الكبريت، وأشد عليه من حريقك أو إحراقك لأصبعك. ثم رجع إلى تهجده وصلى وأقام صلاته وتهجده، وصدق الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله في الخلوة، ولذكر الله كلما حرك عينيك، ولذكر الله عند احتراق الشهوة، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فتركها خوفا من الله، وفي الصباح أخذها ووضعها عند المدرسة، فإذا بأهلها كادوا أن يجنوا عليها فسألوا عنها وعن حالها وعن عفتها وبكارها وبكارتها، فإذا بها سليمة لم تمس بأذى من قبل ذلك الشاب، فزوجوه فسألوا عنه وزوجوه بها حلالا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كيف لو زنى؟ كيف بحاله في الصباح؟ آمن مطمئن أم قلق وضيق وضجر؟ كيف لو زنى في الصباح؟ آمن أم يطارد من قبل أهلها ومن قبل شرطتها ومن قبل مجتمعها؟ فخذوا يا عباد الله بأسباب النجاة. غمض عينيك حينما ترى امرأة أو صورة، ومن غض بصره فليبشر، فليبشر في الدنيا قبل الآخرة، ليبشر بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة، ليبشر بالخشوع، وليبشر بحلاوة العبادة ولذة الصلاة والمناجاة والقرب منه جل جلاله. بل من غض بصره عن الحرام أورثه الله حلاوة عبادة، ويجد حلاوتها وطعمها إلى يوم القيامة، ويذيقه الله حلاوة ولذة المناجاة. وأعظم الأسباب المؤدية إلى الزنا والفواحش الملعونة النظر إلى النساء والمردان، فإن النظر سهم من سهام إبليس، من تركه مخافة الله أورثه الله حلاوة إيمان يجدها إلى يوم القيامة، كما في مسند الإمام أحمد: ولو سلم واحد من عقوبة النظر إلى النساء والمردان لسلم واحد من السلف الكرام اسمه حبيب النجار. قال عنه ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى أنه نظر إلى أمرد مقبلا ومدبرا، فلما مات رؤي فإذا بوجهه فيه لطخة سوداء وهو كان كالقمر، فقالوا له ما لك؟ فقال: لقيت ربي عز وجل. فقال لي: يا حبيب، فقلت: لبيك ربي وسعديك. قال: جز النار. قال: فجزتها فلفحتني لفحة، فلفحتني هذه اللفحة، أي ذلك السواد الذي في وجهه تلفح وجوههم النار. قال: وقال لي ربي عز وجل: يا حبيب، لفحة أي من النار بلمحة، أي إلى الأمرد، ولو زدت لزدناك. ولو سلم واحد من عقوبة النظر إلى النساء والمردان لسلم ذلك الحافظ
لكتاب الله الذي ذكره ابن القيم كان يحفظ كتاب الله، فنظر إلى أمرد ونام بعد تلك النظرة، فرأى في المنام أن الله يقول له: لأذيقنك غب هذه النظرة ولو بعد 40 سنة. وبعد 40 سنة ماذا حصل؟ ماذا حصل لذلك الحافظ لكتاب الله؟ بعد 40 سنة نسي القرآن العظيم. ثانيا، الصور في المجلات والجرائد والجوالات والشاشات، ولم يلعن المصورون من فراغ، لم يلعن الله المصورين من فراغ، وإنما لعنوا لما يترتب على تصويرهم من فساد عريض ومنكر خطير وفحشاء ومنكر، وهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى إن الله ليخرج يوم القيامة عنقا من النار يخرجه الله ويقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. ثالثا، الأغاني صوت إبليس، وهي رقيته التي يرقي بها الزناة وأهل الفواحش قبل أن يقعوا، حتى يقعوا في لعنة الله، لأن إبليس لا يهدأ له بال حتى يلعن الله العبد، حتى يلعن الله العبد كما لعنه. فإذا طرد العبد مثله من رحمة الله ارتاح إبليس، ولأنه بالأغاني يستطيع الخبيث أن يصطاد العبد وأن يعقره في الخبائث عقرا، وأن يوقعه في الخبائث إيقاعا عظيما قبيحا. فسبحان الله القائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأهل الأغاني اتخذوه صديقا بل حبيبا حميما، فعذبهم وشنقهم في الحمامات وفي السيفونات بحب العذاب، وماتوا قبل الموت، وماتوا قبل الموت بحب الموت والصور والنساء والمردان. رابعا، الدخان والقات والشمة والتنبول والقار، رقية الخمرة، والخمرة أم الخبائث، ولم يلعن الخمر من فراغ، وإنما لفساده وإفساده للعقول. فكل من شرب الدخان وتعاطى الشمة والقات والقور والتنبول فليس بعاقل مميز، وكل من شرب الخمرة وتعاطى الحشيشة فهو ملعون ديوث. وسبحان الله الذي كتب على باب الجنة: أنت حرام على الديوث، وهو الذي يقر الخبث أي الزنا في أهله. وتعجب من أناس أدخلوا على أهليهم ما يدعو إلى الزنا دعا. أما من الأسباب الواقية من الوقوع في الزنا والفواحش فالتبكير بالزواج، ففيه حصانة تامة عن اقتراب الزنا من النظر وغيره، فمعظم النار من مستصغر الشرر، وكم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، وكم نظرة أورثت حزنا طويلا. وتعجب من أناس يحذرون الحريق، يحذرون الحريق ونار الدنيا، وهم يحرقون إيمانهم وطمأنينة قلوبهم بالنظر المحرم صباحا ومساء بل ومناما، حتى إن بعضهم ليتعذب وهو نائم ويصيح في فراشه ويلعن ويسب. عذاب في الموتة الصغرى النوم، قبل الموتة الكبرى القبر. حتى لقد جاء إلي واحد ممن أدخلوا الدشوش حينما بدأت ودخلت بغزوها على بلدان المسلمين، وإذا به يصيح، وإذا به يريد أن يتكلم بكلام، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: أن أخبرك بما رأيت البارحة. فقلت: انتظر قليلا. فإذا به قد قل حياؤه، يريد أن يتكلم أمام الملأ بما رأى في نومه وبما رأى من تخبط الشيطان الرجيم به. فلما ذهب الناس قلت له: ماذا؟ فإذا به يخبرني بأمور تدمي القلوب وتدمي العيون، ومنها أنه رأى في المنام أنه حمارا، أكرمكم الله والمسجد والملائكة وأكرم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عن تلاعب الشيطان وفضائياته وصوره ومجونه. فقلت له: أعندك دش؟
قال نعم. قلت أخرجه اليوم قبل غد، فإن النبي قد أخبر أن أناسا في آخر الزمان يتعاطون الفواحش. سألته هل رأيت فيها كذا وكذا وهل أنت فعلت كذا وكذا؟ فقال نعم. فقلت اتق الله، أخرجه اليوم قبل غد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يتهارج الفجار تهارج الحمر، أن يتعاطون الفواحش علانية عراة والعياذ بالله. ثانيا الصيام، فإنه وجاء، فيا من لم يتزوج، فيا من لم تتزوج بادر بالزواج، فإن لم تستطع فتزوج بالصيام، فنعم الصيام فنعم الزواج بالصيام، تأمن ويؤمنك الله من العذاب. ومن صام يوما بعد الله بينه وبين النار، ومن صام يوما سقاه الله يوم العطش والزحام في يوم تشخص فيه الأبصار. احبس نفسك لا توقعك في المعاصي والشرور، فالشجاعة صبر ساعة وصبر ثواني يورثك الله به عز الأبد. ثالثا لزوم الطاعة وأهلها، قال تعالى واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رابعا لزوم المسجد والصلاة، فإن في الصلاة لشغلا، ومن أصبح وأمسى والله ورضاه عنه همه وشغله الشاغل كفاه الله ما أهمه وعصمه كما عصم يوسف وقد غلقت الأبواب. خامسا تذكر لذة وعز الطاعة وهم وغم المعصية، وكيف أنت قبل المعصية وكيف أنت بعد المعصية. سادسا تذكر أن القوة التي يكسبها من غض بصره ولم يزني ببصره ولا أذنه ولا يده ولا هاتفه ولا رجله، تذكر أن القوة التي يكسبها من غض بصره ولم يزني، وأن الذل والضعف والهوان لمن نظر وزنى لا نسبة بينهما ولا تناسب، فإن الله توعد من نظر إلى الحرام توعده بالنار. وفي الحديث لأن يلتطخ العبد بشحم خنزير ودمه خير له من أن يمس منكبه منكب امرأة لا تحل له، ولأن يضرب بمخيط في عينيه أهون من أن ينظر إلى محاسن امرأة لا تحل له، ومن ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من قعر جهنم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله قد أعد للزناة فرنا أعلاه ضيق وأسفله واسع، يصيحون وتشب عليهم جهنم حتى إن الله ليرفعهم بلهبها ثم يضعهم وهم يصيحون ويصيحون ويدعون بالويل والثبور، نعوذ بالله من حال أهل النار. ورحم الله ابن القيم إذ يقول إذا هم العبد بالزنا فعليه أن يتفكر أولا في مناتن الزانية وقبل أن يقع في الزنا، ليتذكر نتن العرق ونتن الخراءة والأبوال، وليعلم أنه أنجس وأذل وأقبح منها إذا وقع في الزنا، وليتذكر حاله قبل الزنا وحالته بعد الزنا، وليتذكر عزه وطمانينته وسكينته قبل الزنا وغمه وغمه وكربه بعد الزنا. سابعا أغلق الله عني وعنكم أبواب النار السبعة، التوبة التوبة أهون من مكابدة المعصية، التوبة أهون من مكابدة المعصية ومكابدة همها وغمها وذلها وخزيها وخوفها وقلقها في الدنيا والآخرة. والسلامة السلامة السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا مهانا إلا من تاب وآمن
وآمن وعمل صالحا وآمن بمن يحرك عينيه فلم يشاهد الحرام، وآمن بمن شق سمعه فتاب ولم يسمع الأغاني ومزامير الشيطان، وتاب وآمن ممن أنطق لسانه فلم ينطق بعد ذلك في الغزل والحرام. فإن من الأصناف التي تؤذي النار على ما بأهل النار من الأذى من يستلذون الرفث أي الحرام والعياذ بالله أي الغزل المحرم. يقول تعالى فلا رفث أي مع المباح في النساء في الحج، فلا رفث مع زوجتك، فكيف بمن يقع في الحرام؟ وكيف بمن يصطحب الدش في الحج إلى بيت الله الحرام؟ كيف بحملات تجر إلى من يحجون معها مشاهدة الحرام والعياذ بالله؟ وكيف بمن يحجون ومعهم كاميرات فيها من الصور والحرام وزين العين ما ينجس القلوب أشد من نجاسة البول والخراءة والعياذ بالله. يقول تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إلا من تاب وآمن، آمن بمن يحرك عينيه فلم يشاهد الحرام وعلم أن الله أسرع من نظره إلى الحرام، وكان الله غفورا أي لما مضى، رحيما لمن أقلع يعصمه، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا أي الأكل من الشجرة وترحمنا أي تعصمنا لا نعصيك مرة أخرى لنكونن من الخاسرين. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أي رجاعا توابا باستمرار. كلما ذكر الذنب لم يستسلم للشيطان لم يغفر لك، كيف تريد تدخل الجنة وقد زنيت؟ كيف وكيف كيف وكيف؟ لا يسترسل مع الوساوس، وإنما كما قال الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا أي رجاعا أواها منيبا على كل نفس. وكلما تذكر المعصية وقف مع نفسه وقفة صادقة وقال أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفرك يا من يحرك عيني مما نظرت، أستغفرك يا من شق سمعي مما سمعت، أستغفرك يا من يحرك قلبي مما نبض به، أستغفر الله فإذا بإبليس يندحر وإذا به يقول لا أوسوس له مرة أخرى، ويا ليت أني لم أوقعه في الذنب من كثرة استغفار ذلك العبد ومن كثرة توبته وأوبته، حتى إن الشيطان ليفر من ظله لأنه كلما ذكره بالذنب قمعه وضربه بسبعين صوتا من الاستغفار وقمعه وأحرقه بالتوبة الصادقة والإقلاع. فاستغفروا الله وتوبوا إليه توبة نصوحا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب ممن من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله لا تعبد هواك، أن تعبد الله لا تعبد نفسك، أن تعبد الله لا تعبد قرينك، أن تعبد الله لا تعبد شيطانك، أن تعبد الله لا تعبد شهوتك، أن تعبد الله لا تعبد دنيا زائلة ثانية تفنى ويبقى عليك التبعات وتبقى عليك الزلات. الدنيا ساعة فاحذر غرورها واحذر لا يغرنك الشيطان ولا يوقعك في حبائله. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. فالإحسان من حققه اطمأن، الإحسان من حققه يقول ابن القيم لا يوسوس، بمجرد أن يقترب الشيطان من قلب المحسن إلا ويكاد أن يحترق ولا يقدر أن يوسوس له إلا لمما، فإذا اقترب منه قلعه الله بالإحسان وطرده بنور الإحسان فإذا به يكاد أن يحترق. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا يبدلكم بالحزن فرحا وبالقلق طمأنينة. ومع ذلك أين التائب؟ أين النادم؟ أين المقلع؟ عباد الله، ليس بعد حمى ووباء الوادي المتصدع ووباء إنفلونزا الطيور والإيدز الذي فتك بالعالم فتكا والهربس
والزهري والسيلان، ليس بعد تلك الأمراض والطواعين إلا التوبة، إلا التوبة واستئصال الذنوب كما يستأصل السرطان. فإن فتك الذنوب بسرطانها في الأرواح والأخلاق والمجتمعات والأمم أشد من فتك السرطان بالأبدان، بل إن صاحب السرطان بالبدن لربما أن يكون مبطونا والمبطون شهيد. أما سرطان الأرواح فليس له إلا النار وبئس المصير إلا أن يشاء الله العلي القدير. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وعلى أبينا آدم وأمنا حواء السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وعلى يونس السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعلى نوح السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وعلى موسى السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فيجب أن نتوب من أعمال أجدبت الأرض من شومها، حتى إن الحضارة والطيور لتموت في وكرها من ظلم الظالم، ومن يظلمون العمال، ومن يأكلون عليهم النسب، وممن استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فلا عبودية إلا لله. وإذا اشتدت السنة لعنت الدواب العصاة من بني آدم وتقول: حرمنا المطر بمعصيتهم وشؤمها، كما قال ذلك ابن القيم في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولنحمد الله أننا لم نزل بخير والحمد لله. أما علمتم أن بعضا من البلدان أخذوا يحللون ماء البيارات والمجاري أكرمكم الله للغسل والسقيا؟ فلنتق الله ولنعز بالطاعة، لا تصبنا إهانة المعاصي وذلها، حتى إن بعض المجتمعات أصبحت تصفي المجاري وتغسل منها وتشرب منها. اتقوا الله عباد الله، واحذروا من المعاصي وشؤمها، واحذروا من شؤمها ونكدها وعارها وشتاتها. ثانيا: الخوف من الله. فإن من يخافون من حمى الوادي المتصدع، ومن يخافون من حمى إنفلونزا الطيور، ومن يخافون من الأمراض ويخافون من كذا وكذا، يخشى عليهم العقوبات المتواليات. خافوا الله يا عباد الله، وخافوا الذنب، وخافوا يوما كان شره مستطيرا، وخافوا يوما عبوسا قمطريرا، يؤمنكم الله ويلقيكم نظرة وسرورا. فإنه ما من أحد يخاف الله إلا أمنه، وما من بشر يخافون غير الله إلا خوفهم سبحانه. ثالثا: يجب على المسلمين جميعا وجوبا إذا نزلت نازلة أن ينزلوها بالله أولا، فليس لها من دون الله كاشفة، ثم أن يأخذوا بالأسباب المشروعة ثانيا. أما أن يفكر في رفع البلاء بكذا وكذا 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 والمبيدات والطب وتنزل بالله بعد ذلك، فهذا بلاء خطير على الأمة وبلاء مستطير. حتى إن مما يؤسف له أن البعض من المرضى لا يسلم الأمر لله في مرضه ومشاكله إلا بعد يأسه من الناس. آخر من يفكر في حله وشفائه الله سبحان الله. يجب أن تفكر أولا في الشفاء أنه من الله سبحان الله. أيصبح أهل الغفلة أفضل منه عند الله في كتابه؟ قال عنهم سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر ماذا يعمل؟ يفكر في كذا فكذا وكذا. قال: دعانا، مباشرة أنزلها بالله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. البعض من المرضى لا يفكر في الله إلا بعد أن يذهب إلى هنا وهناك والبعض من الناس إذا نزلت به حمى إنفلونزا الطيور أو حمى الوادي المتصدع لا يفكر في رفعها بالله إلا بعد أن يفكر في الناس، وبعد أن يخاف غير الله، وبعد أن يخاف منها. خافوا الله يؤمنكم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رابعا: يجب أن نصدق أن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا
أن من لجأ إليه وألح الدعاء أن ينجيه في الدنيا والآخرة. وهنا سر عظيم في النجاة من الفتن، وهو شدة الطلب في المسألة، فإن الله يحب الملحين ويعطيهم سؤلهم ويفرج عنهم كروبهم ويكشف ما نزل بهم. ومن أطال الدعاء وألح على الله جل وعلا كاد الفرج أن يصبحه أو أن يمسيه قربا. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عنه صلوات الله وسلامه عليه عن فتن تقع في آخر الزمان لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق، والذي غرق هل ينشغل بجوال؟ هل ينشغل بحرام؟ هل ينشغل بشيء؟ هل ينشغل بغير نجاته من الغرق؟ فتن في آخر الزمان لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. فألحوا على الله في الدعاء، وادعوا الله أن يكشف ما نزل بالأمة إنه سميع مجيب الدعاء، واحرصوا على الدعاء في السجود وفي جوف الليل الآخر، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو في جوف الليل الآخر، فأكثروا فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم كما في صحيح مسلم. خامسا قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل مطردة للداء والأوبئة وكل الأوبئة والشرور. قيام الليل، قيام الليل، والاستغفار عموما وبالأسحار خصوصا، وهذا من أسباب دفع البلاء حقا وصدقا ورفع البلاء عن الأمة. سادسا الحب في الله وعمارة المساجد من أسباب صرف النقم والعذاب والزلزال، زلزال القلوب وزلزال الأرض وزلزال العقل. قال تعالى في الحديث القدسي الذي ذكره ابن كثير في تفسيره: إني لأهم بأهل الأرض عذابا. من حديث أنس: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا رأيت عمار المساجد أمثال هذه الوجوه إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا رأيت عمار المساجد والمتحابين فيا والمستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. سابعا النبي في حياته أمان عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن من تمسك بسنته واهتدى بهديه فإنه في أمان، وقد وعده الله أن يحييه حياة طيبة. فكما أن النبي في حياته أمان، فالمتمسك بسنته في أمان، والله قد وعده أن يحييه حياة طيبة. النبي في حياته أمان، ولا شك أن من تمسك بسنته فهو حي وسيحييه الله حياة طيبة. والتمسك بالسنة عصمة من فتن الجوال والفواحش والآثام، والاستغفار أمان. قال الله في محكم القرآن: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثامنا من لزم الاستغفار، اسمعوا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يرزقكم الصحة، يرزقكم العافية، يرزقكم الفرج، يرزقكم السرور، يرزقكم الطمأنينة، يرزقكم السكينة، يرزقكم الرحمة، يرزقكم الأنفاس في طاعته، يرزقكم رزقا ويرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون، كما دعا يوسف وهو في الجب: اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. فكم رزقه الله وكم أعطاه الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تاسعا المسجد، 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 المسجد أمان. ففي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: الملائكة تدعو لأحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه، ما لم يحدث أو يتحول. وما حسدكم الشيطان على شيء أشد من حسده لكم الآن، إن الملائكة تدعو لكم بألسن لم تعص الله. كم تفرح أن يدعو لك واحدا من الصالحين أن يوفقك الله وأن يعطيك الله، فكيف بملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يدعون لك ما دمت جالسا بين يدي الله في بيت الله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا غفر الله لك لم يعذبك، وإذا رحمك الله عصمك.
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. عاشرا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، الدعوة إلى الله يا عباد الله أمان ونجاة في الدنيا والآخرة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن الدعوة إلى الله وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمان ونجاة، فالصمام أمان. من نجى ذلك الشخص في زلزال إندونيسيا وقد نجاه الله وقد تدمرت القرية التي هو فيها تماما ودكت دكا؟ فقال وقد سئل عن سر نجاته من الزلزال، أخبر أنه كان يوزع رسالتين في كيفية الوضوء وكيفية الصلاة. وزعوا الشريط الإسلامي، وزعوا الرسالة القيمة، افعلوا الخير فقد علق الله الفلاح بفعل الخير. فقال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ونجى الله حمود الشامان في البحر في عبارة السلام، والأمواج تتلاطم تلك السفينة والنار من فوقهم والغرق من تحتهم، نجاه الله بصلاة الفجر في المسجد، ونجاه الله بالدعوة إلى الله وقد جلست معه أتساءل معه، ونجاه الله بكفالة الأرامل والأيتام والمساكين حيث كان ذاهبا لمصر لكفالتهم، وقال لي لم تثنيه تلك الحادثة عن فعل الخير، فرجع مرة أخرى لكفالة الأرامل والمساكين والأيتام. سبحان الله القائل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون. فلما نسوا الخطب، لما نسوا الذكر، لما نسوا المحاضرات، لما نسوا الصلاة، لما نسوا الله، لما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الحادية عشر، تلاوة القرآن، تلاوة القرآن، تلاوة القرآن والعمل به يا عباد الله نجاة من حمى الظنك وحمى الزنا وحمى الفواحش وحمى الطواعين التي هي من رسوبي ومن نتائج تلامذة الدشوش وسرطان الهوى والأنترات وسرطان النظر والصور وحمى الجوالات والبلوتوث والنظر إلى النساء والمردان. أخذت تفرخ هذه الأيام وأخذت تخرج خراجات هم في المجتمع أشد من خراجات السرطان. وقد تكفل الله لمن تلا القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا طريق الجنة، ألا يضل السعادة، ألا يضل طريق السعادة، ألا يضل طريق الجنة، ألا يضل السعادة في الدنيا والآخرة، ولا يشقى ولا يشقى ولا يتعذب ولا يهتم ولا يغتم ولا تصيبه البلايا والرزايا. وأن من أعرض عن القرآن وعن التلاوة والعمل فإن له معيشة ضنكا. فلا إله إلا الله ما أشد عقوبات المعاصي وما أشد همها وغمها وبلاها. الثانية عشر، الصلاح نجاه. فسجلوا من الآن تسجيلا لا يمسح أبدا في سجل الصالحين، سجلوا في هذا الجوال، في هذه الذاكرة التي لا تضيع ولا تنتهي، حتى إن الله سبحانه يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانه. اتقوا الله في هذا البنان وسجلوا أسماءكم فيه بالصلاح والاستقامة ليسلم عليكم في كل وقت وحين وفي الدنيا والآخرة، حتى والواحد منكم في قبره تعمه نعمة السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الصحيحين، تعم كل عبد صالح في الأرض والسماء. بل ذكر ابن كثير في تفسيره وجمع كبير من المفسرين وهم يفسرون قول الله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي قراءة حفص ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي سورة الحج لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، أي بالصلاح والإصلاح، إن الله لقوي عزيز. ذكروا في تفسيرهم كلاما ما معناه أن الله يصرف العذاب والنقم عن القرية وأهل الدويرية أي الحارة
والمدينة برجل صالح واحد. الله أكبر، فكيف لو صلح المجتمع؟ صدق الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات في الأنفاس، بركات في الأوقات، بركات في الطمانينة، بركات في السكينة، بركات في الأرزاق، بركات في الطيور، بركات في الأكل والشراب، بركات في الماء والطعام والنوم واليقظة. فلنتق الله ونرجع إلى الله ونصلح أنفسنا من الآن، نسلم وقد نوينا الصدق وشئنا وأردنا الصلاح والإصلاح حتى يشاء الله لنا الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 13، خطر الخبث، الزنا، الفواحش، المسكرات، المخدرات، الدخان، الشمة، القات، القاذورات من القارو والتنبول يعم، خطرها يعم. فقد فزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فرأى الفتن تنزل على الناس كوقع المطر، فصاح مناديا منذرا قائلا كما في البخاري، كما في صحيح البخاري: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم ياجوج ومأجوج هكذا. وحلق بأصبعه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في زمنه، زمن الطهر، زمان العفاف والحجاب والحشمة والحياء، الذي لم تزني فيه إلا امرأة فيما ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما. زنت فأصابها الله بالهم والغم والضيق والكروب، وافتضح أمرها حتى إنها هي التي سعت في ذلك وأتت إلى النبي: طهرني طهرني طهرني، لعلمها أن نجاسة الزنا أشد من نجاسة البول والعذرة، لعلمها أن نجاسة البول، أن نجاسة البول والعذرة يغسلها الماء أو يغسلها العبد بالماء، أما نجاسة الزنا فلا يغسلها إلا الحجارة بالموت، إلا الحجارة حتى الموت أو نار جهنم والعياذ بالله، إلا أن يمن الله على العبد بتوبة صادقة. فكم فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج، وكم فتح اليوم من أبواب وجحر الضب في جوالات، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لو دخلوا جحر ضب، دخلوا في الجوال أشد وأشد من جحر الضب، في وسائط حرام، في دعوة إلى الزنا واللواط، حتى وجدوا طالبا في المرحلة المتوسطة يحمل في جواله أكثر من 200 صورة زنا ولواط. نادى بي على صوته صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وزوجاته قائلا: من يوقظ صواحب الحجرات؟ أي ليصلين الليل، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أي من التقوى، ويقمن الليل. فقام أمهاتنا، قمنا الليل، وقالت أمنا زوجته أم سلمة: أيهلكوا وفيهم الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فكيف بخبث الجوالات وخبث الفضائيات وكفر فضائيات السحر والكهانة والشعوذة والسحر ودعوة الباطل؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي ثم يبعثون على نياتهم، الصالح يبعثه الله صالحا، والفاسد يبعثه الله فاسدا، والمغني الفاسق يبعثه الله مغنيا فاسقا، والزاني المجرم يبعثه الله زانيا مجرما، ومن يعمل عمل قوم لوط يبعثه الله ويحشره على سابلة قوم لوط. ختاما اجاروا إلى الله بالدعاء أن يكشف الله ما نزل بالمسلمين من البلايا والمحن والرزايا، وما نزل بهم من حمى الوادي المتصدع وحمى وأنفلونزا الطيور. اجاروا إلى الله بالدعاء، فإن الدعاء لينزل، فإن البلاء لينزل، وإن الدعاء ليصعد، فيعتلجان إلى يوم القيامة أن يمسك الدعاء بالبلاء فلا يأذن له، فلا يسمح له بإذن الله أن ينزل إلى الخلق. ومن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله صرف الله عنه 70 بابا من البلاء، ومن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله دفع الله عنه 100 باب من الفقر،
فبإذن الله لا يفقر ولا يصيبه الفقر. من لزم هذا الذكر صادقا فإنه كما في البخاري كنز من كنوز الجنة. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يصبكم فقر في السكينة والطمأنينة والراحة، والجأوا إلى الله وجأروا إليه بالدعاء، واعلموا أن الله يمهل ولا يهمل، واحذروا من استدراج المعاصي. فقد قال رسول الله وهو يفسر قول الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا رأيت أن الله ينعم على العبد وهو في معصيته فاعلم أنما ذلك استدراجا. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من الذي يرضى أن يلقى الله بمعصية؟ توبوا إلى الله. فليست التوبة يقول الله للذين يعملون السوء، فليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عباد الله، إنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته، فكيف يطلب بمعصيته؟ البعض من الناس أتى يصلي وهو عاص مصر على المعاصي، وخرج من المسجد من صلاة الاستسقاء وهو على معصيته، فكيف يطلب ما عند الله بمعصيته؟ وقد علم حقا أن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. ودلالة واضحة على ضعف اليقين أنه لو قيل من صلى الاستسقاء فله 1000 ريال هل سيتخلف بشر مهما كان عندهم؟ فإلى الله وحده المشتكى، ومن آثر الله آثره، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. استغفروا من أعماق قلوبكم من يحرك نبض قلوبكم، استغفروه فأنتم في ساعة الإجابة ونزول الرحمة. وأروا الله من أنفسكم خيرا، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. والتائب من الذنب صادقا مقنعا نادما كمن لا ذنب له. استغفروه سبحانه إنه كان للأوابين غفورا، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله لا تعبد هواك ولا نفسك ولا قرينك ولا دنياك ولا شيطانك هذا. وأسأل الله لكل من حذر المسلمين من هذه الكارثة ونشر هذه الخطبة نصحا للأمة وبراءة للذمة وإقامة للحجة ودفعا للعذاب والنقمة أن ينظر الله وجهه في الدنيا والآخرة، وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه وكما أجرى الدم في أوردته وعروقه. وأسأل الله أن يدفع عنه بنشر شريط هذه الخطبة ميتة السوء ومصارع السوء. وأسأل الله أن يغفر لنا في جمعنا هذا أجمعين، ومن سيوزع شريط هذه الخطبة أن يكتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار. ومن قال آمين يا رب العالمين ولو عبر الشريط يا أرحم الراحمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآن في الأسواق.